خليني يا مولانا أسأل سؤال على لسان هؤلاء وأقول يعني لماذا علينا أن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى؟ لأن هناك أسئلة كبرى موجودة عند الإنسان، والملحدون دائما يهربون منها لأنهم لا يستطيعون مواجهتها. يعني مثلا من أنا؟ وهل هذه الحياة؟ ولذلك هم يعني ناس المؤمن أوسع عقلا وأبعد نظرا من الملحد، لأنه رجل مخلص وعنده أسئلة وبيتصدى لها، بيتفكر فيها، بيتصدى لها لأنه ملحد. فتقدرش تعيش طول عمرك وبعدين أنت يعني تضرب كده بقلم أحمر عن أنك أنت بعد ما تموت حيحصل إيه. فإذا حينما يلحد الملحد ويزعم أنه يستند إلى العلم، فهو يهدم العمود المحوري في العلم، وهي نظرية الأسباب والمسببات. العلم ليس إلا اكتشافا أو ربطا لظاهرة سبب في ظاهرة، ظاهرة سبب في اختفاء ظاهرة. هذا هو قانون العلية. إزاي أنت بتشغل بيه وبتثبت بيه يعني كل أمورك وكل حياتك العلمية، ثم لا تستصحب هذا القانون في تفسير ظاهرة كبرى؟ أنت بتستصحبه في كل ظاهرة مهما كانت دقيقة، من ما يقولوا من الذرة إلى المجرة، كل أن أنت بتستصحب قانونك ده. ولذلك لو حضرتك مثلا شفت النظام أو خطوات التجربة العلمية، التجربة العلمية كلها قائمة على هذا، كلها قائمة على ربط بين السبب والمسبب، الربط بين غياب السبب وغياب غياب المسبب وغياب السبب. ده المنهج العلمي. يعني لو كنا عايزين نلخصه في كلمتين، للأسف الشديد حتى العلماء الملحدين، حتى داروين لم عجز في أن يفسر به الكون. يعني يفسر به الحيوانات البحرية، فسر به الطحالب، مش عارف نظرية التطور ونظرية، لكن لم كلهم يهربوا من نقطة البداية. ليه؟ لأن نقطة البداية محرجة جدا للملحد أيا كان عقله، ملحدة إلى أبعد الحدود. هو بتوقف أمام يعني ممكن نقول مفارقة عجيبة، فإما أن يتخلص من إلحاده، وطبعا هذا يعز عليه، وإما أن يضلل ويغشش ويشدك بعيد من نقطة البداية في هذا الكون، ويغرقك بقى في التفسيرات المادية المتتالية فيما بعد. أنا مؤمن معه في التفسيرات المادية فيما بعد، لكن تعالى فسر لي مين اللي حرك المكنة دي؟ المكنة اللي تحركت لوحدها كيف؟ هل كانت ساكنة ولا كانت متحركة من الأزل؟ لابد أن تسأل في البداية من الذي حركها؟ إذا كان هذا الكون به حركة، صحيح في حركة، طيب خلق يعني بدأ متحركا ولا كان ساكنا ثم بدأ ثم تحرك بعد ذلك؟ الملحد أفلس في الإجابة على المسألة دي في الافتراضين. يعني حينما ينتزع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون ووضع له قوانينه، ثم بعد ذلك بدأ الكون يتحرك بقوانين الله سبحانه وتعالى، المؤمن حينما استبعد هذا فشل، لأنه لا بد أن يقدم بديل. العقل لا يمكن أن يهدأ إلا إذا قلت له هذا الذي نراه يوميا ده ونعيش فيه، له هل له صانع أو ليس له صانع؟ لو أنت قلت ليس له صانع، تظل تهوي في تفسيرات لا معقولة، والعقل لا يقر معك قراره أبدا إلا إذا وصلت إلى كما يقول الفلاسفة إلى العلة التي لا علة لها. أو قلنا نعم يجب أن نفكر، يعني نعم يجب أن تفكر، يعني لا نرث المفاهيم حول نشأة الكون ووجود ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن نعمل. ولذلك الكفر تقليد، الإلحاد تقليد، الإلحاد عمى، يعني هو بيختار أنه يعصب عينيه ويجيب له عصاية ويخبط يمين وشمال. إنما الإيمان هو ده النور، والله نور السماوات والأرض، هو ده النور، هو ده العلم فعلا. وايضا لا نرث ايضا هذه المفاهيم حول الايمان، برضو نصل ليها بالتفكير، هي موجوده عندك. ده انت يعني الملحد بيضحك على نفسه. انا كما قلت لك، فطره الله التي فطر الناس، فطر الله الناس، مش هقول لك الناس والحيوانات، على ان بها نوعا ما من المعرفه لله سبحانه وتعالى تبحث عنه. وهذا كما قال علماؤنا ليس موجودا في الانسان، بل موجود في فطرة الحيوان، بل
كمفهومي أنا طبعا كمؤمن هو الملحد لا يعني يستاء من كلامي، هو حر، هو لي حرية وأنا حر أيضا زي لا يستطيع أن يصدر عليه حريتي. أنا أؤمن كما قال القرآن بأن كل شيء في هذا الكون يسبح لله سبحانه وتعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. هذه هي فطرة الاعتراف بوجود الله الموجودة في الإنسان والموجودة في الحيوان وموجودة في النبات والموجودة في الجماد. يعني أياً كانت هذه الأفكار اللي بتدفع للإلحاد بالتأكيد هناك أسباب وراءها، ما هي أبرز الأسباب التي تدفع الشباب إلى الإلحاد؟ يجب علينا أن نعترف أن شبابنا ليس مسلحاً بالعلم والمعرفة الآن. أول واجب على المكلف النظر في معرفة الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا ما عندناش مشكلة ان اللي يكفر يكفر واللي يؤمن يؤمن.